انطلق الشوط بحفظ الله ورعايته، ونتابع واياكم هذه الاندفاعه وشوطنا الحادي عشر في مجمل اشواط الكيلو 500 متر وهو السادس للبكار. نتابع واياكم هذه الاندفاعه وشوط البكار يحمل العديد والعديد من الاسماء المشاركه. نتابع واياكم هناك المقدمه والصداره مع جمايل سعيد بن شافي الشهواني، ولكن هنا التغيير من اللي ايضا غيرت رموز راشد العسكري على المركز الاول، بينما المركز الثاني الان هنا مع الشاهينيه لراشد بن طالب بن شريم المري، بينما النقله على المركز الثالث وغيرت الى المركز الثاني. نتابع واياكم هذه البكره المتواجده باروده لعبد الله بن جر الله البخيت النابت على المركز الثاني. المركز الرابع نتابع الدخول من متعبه حمد بن عبد الله بن عريج المري، متواجد ايضا لديه نقطه في هذا اليوم. نتابع هناك بشاير لفهد بن عميران بن بجاش، من غيرت من الجانب الايمن غيرت الى المركز الثاني. نتابع هذا الانطلاق والاندفاع، نتابع المراكز الاولى، هناك رموز على المقدمه لراشد العسكري اللي على المركز الاول، بينما المركز الثاني لفهيد بن عميران البجاش على المركز الثاني. المركز الثالث والقدوم هنا مع الفائزه لعبد الله بن سعيد ابو صلعه اللي على المركز الثالث. المركز الرابع بدا التسلل في هذه اللحظات من ريتاج لصالح بن سعيد بالله حول الله، يا سلامي عليها ريتاج، يا سلامي على ريتاج، يا سلامي على الشكل الممتاز، سلامي عليك يا بالله حول على هذا الاداء الجميل. ريتاج لصالح بن سعيد بالله حول المري، سلام سلام وتحيه واحترام مع هذا الشعار ومالكه. تهانينا لابو سعيد على هذا الفوز، من حقق ناموس هذا الشوط مع ريتاج. ريتاج ريتاج ريتاج، التهنئه موصوله لصالح بن سعيد بن الحول المري. المركز الثاني رموز على المركز الثاني لراشد العسكري، المركز الثالث لفهيد بن بجاش بن عميران البجاش. تهانينا والناموس والتوقيت الزمني لريتاج دقيقتين 12 ثانية 93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ريتاج صالح بن سعيد اللحول المري، تهانينا على هذا الفوز ساعة الوصول.